السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام. يحتل القطاع الصحي في العراق أهمية كبيرة لأن يتصل اتصال مباشر أو مؤثر بحياة المواطن، غير أنه سجل تراجع حاد منذ تسعينات القرن الماضي لجملة أسباب مركبة ناتجها واحد، مأساة واقع مرير. غير أن الحكومة الحالية ومن زيارتها التفقدية للمستشفيات يبدو أنها تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها. الصحة في العراق تحتاج وقفة مطولة من قرارات جريئة وحازمة ترفع الثقل عن جيب المواطن، وفي صدارة إجراءات العمل هي التمويل الكبير الذي يتسق مع ضخامة ما يحتاج القطاع الصحي من إصلاح وتطوير جذريين تؤطره خطة علمية شاملة ومدروسة لبلورة رؤية عمل جديدة. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فمع توسيع إيران لمستوى إنتاجها من اليورانيوم وبدرجة نقاء 60% من موقع فوردو الذي أعيد تشغيله تحت الأرض، رفعت واشنطن من مستويات قلقها وأدانت دول أوروبية خطة عمل طهران، واعتبرت أنه تحدي للنظام العالمي وتقويض خط العمل المشترك، غير أن مجريات الواقع تتنافى جملة وتفصيلا مع هذه الادعاءات، في حين تتحدث صحافة هذه البلدان أن الإطار الجديد للتفاوض قد تلجأ إليه إيران ليس عنوانه الاتفاق القديم، بل النسب العالية للتخصيب التي وصلت إليها. فمن نقضوا عهد الاتفاق اليوم يعيشون مأزق، ووضعوا أمام مفترق طرق استراتيجية. هذه الانتصارات الكبيرة اللي تحققها الجمهورية الإسلامية بالتوازي مع تغلبها في الحرب الداخلية والخارجية المصطنعة، وبلغت القمة في مجالات غير قليلة. راح نتحدث عن هذين الملفين بالتفصيلات ونستضيف الضيوف المتخصصين في هذه المجالات. تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مع جملة المعرقلات والمشاكل اللي تواجه القطاع الصحي في العراق ونظام العمل وعجز المؤسسات الصحية عن تقديم رعاية متكاملة أو قريبة من ذلك أو مسؤولة عن أدنى دليل ليطلع لها المواطن، فأن الحكومة الجديدة والملاحظ من حراكها أنها شخصت أسباب الخلل وتسعى جاهدة لرسم خطة عمل نموذجية يمكن معها الانتقال نحو مساحات تقدم خدمة أفضل. وهذا ما كشف رئيس الوزراء في معرض إجابته على سؤال تقدمت به الأيام الفضائية. نتابع السؤال وإجابة رئيس الوزراء ويكون هذا المحور ضمن نقاشنا لهذه الليلة. رئيس الوزراء وفر علي من قناة الأيام الفضائية، من خلال زياراتكم الميدانية والمفاجئة لمؤسسات القطاع الصحي شكلت صورة لدى المواطن العراقي أن موضوع القطاع الصحي هو جدا مهم بحكومتكم، يعني ولكن لما نرى أن الإنفاق الحكومي على الفرد العراقي سنويا $157 مقارنة بدول الجوار زاد هذا العدد أو الرقم أضعاف، فهل ممكن يعني ترفع هذه الأرقام من خلال الموازنة القادمة؟ شكرا، هذا سؤال مهم. للأسف الرقم أقل بكثير من أي دولة من دول الجوار. إذا تحسب موازنة الموازنة المخصصة، يعني موازنة كيمادية، تحسبها على عدد نفوس البلد، رقم بسيط جدا، آلاف، وهو أقل من الأرقام المخصصة في دول الجوار. أكو إشكالية في هذا الأمر، ومنها بالتأكيد تتعلق بفلسفة النظام الصحي اللي إحنا تحدثنا عنه، شقد ما تبذل وتخصص أموال وتدفع بقرارات في ضوء هذا السياق وهذا النظام الحالي سوف تبقى الخدمة متردية. لذلك نحن ماضون بقوة باتجاه قانون الضمان الصحي وتنفيذه. بنفس الوقت أريد نصحح من المسارات العمل الوزارة على صعيد البنى التحتية بإكمال المستشفيات، على صعيد التأكد من التعاقدات السليمة للأدوية وإبعادها عن الفساد والمفسدين، لأن عامل مهم من عوامل ضياع هذه الأموال المخصصة لتأمين العلاج. هذه كلها إجراءات بالتزامن مع الزيارات، مع المعالجات الآنية،
حتى نوفر الخدمة اللائقة للمواطن، لكن قطعا التخصيصات لا تتناسب مع الحاجة الفعلية وعدد نفوس البلد. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، حياكم الله دكتور سيف ضيفا كريما. وكذلك ارحب بجناب الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي، حياك الله دكتور. اهلا وسهلا. دكتور عبد الرحمن، خليني ابدا من حضرتك، يعني رغم اقرار قانون الضمان الصحي قبل سنتين الا انه لم يتم العمل به لغايه الان، هل هنالك عدا الاسباب السياسيه، هل هنالك اسباب اقتصاديه تحول دون تنفيذ هذا القانون برايك؟ وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه، تحياتي لحضرتك استاذ احمد وللضيف الكريم ولكل المشاهدين الاكارم. الحقيقه نعتقد انه يعني بعد التشريع كانت اكو عندنا مشكله في التنفيذ، لانه المؤسسات الصحيه ولو راح يزعل الاستاذ سيف ما مكتمله بشكل كامل حتى ممكن انه تستوعب هذا الكم الهائل من الموظفين، لانه احنا اليوم اذا نريد نتحدث عن حوالي 3.5 مليون يفترض أن تكون المؤسسات الصحية جاهزة حتى ممكن أن تقدم الخدمات الصحية بشكل كامل، لأنه هذا راح يصير نسبة استقطاع، وهذه الاستقطاعات راح تكون شهرية من رواتب الموظفين. فأعتقد أنه كان السبب الأساسي أنه نتأمل أنه يتحسن الأداء القطاع الصحي حتى ممكن أن الموظف يتلقى هذه الخدمة حتى يكون بدرجة من الرضا لقاء الاستقطاعات. يعني أنا ما أعتقد أنه أسباب أخرى هي اللي عطلت. طيب يعني لو قارنا نفسنا دكتور عبد الرحمن في دول مجاورة، انه نشوف التخصيصات المالية للفرد المواطن في تلك الدولة تفوق عشرات او خلي 10 أضعاف حتى نكون مبالغين، 10 أضعاف ما مخصص للفرد العراقي في العراق. اي هو هذا، انا الحقيقة يعني تمنيت انه هذا يكون السؤال الاول. الحقيقة بتخصيصات الموازنة، تعرف انت انا اشتغل على الموازنة من عام 2004 يعني وحفظتها صم. التخصيصات اللي تخصص الى قطاع الصحه والتعليم، التربيه والتعليم بحدود 7.5 إلى 8% سنويا، عدا اعتقد 2010 او 2011 وصلت الى 12%. من نجي نشوف انه هذه التخصيصات يعني اين تذهب، نجد انه الجزء الاكبر منها تقريبا 80% او حتى مرات 90% تذهب نفقات تشغيليه اللي هي الرواتب والاجور. وها نعتقد انه ضعف التخصيصات ما يبني قطاع صحه. لذلك يجب أن يتم التركيز على النفقات الاستثمارية، التخصيصات الاستثمارية، لأنه هي الأساس في تقديم الخدمات. عند ذلك ممكن أن نحسب حصة الفرد العراقي من تخصيصات النفقات الصحية، وإلا يعني سيبقى الوضع كما هو عليه. يعني أنا أتفائل في هذه الموازنة أنه ستزداد تخصيصات وزارة الصحة وأيضا وزارة التربية بنفس الوقت، لأنه إحنا بحاجة ماسة إلى تجديد المستشفيات الموجودة، بناء مستشفيات جديدة، تطوير الكوادر، نحتاج إلى دورات تدريبية، أجهزة حديثة، أدوية، هذه كلها نحتاجها، وهذه كلها تأتي من الجانب الاستثماري مو من الجانب التشغيلي. طيب دكتور سيف أجدد الترحاب بحضرتك. يتحدث دكتور المشهداني عن هذه التخصيصات والمسألة بنيوية في والخلل في التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الصحة، وبطبيعة الحال أصل المشكلة أيضا شخصها رئيس الوزراء سيد السوداني في طبيعة النظام الصحي المستخدم، وكذلك في التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الصحة دون المستوى الذي يغطي حاجات الكثافة السكانية. طيب هنا نسأل دكتور سيف، يعني توجه حكومة السوداني لتطبيق نظام الضمان الصحي بما يحدث تغيير في فلسفة تقديم الخدمة الصحية وتقديم أو يضمن معايير التكافل الاجتماعي، هل هنالك من خطة تعدها وزارة الصحة ضمن البرنامج الوزاري حتى نستطيع خلال مدة بسيطة أن يلمس المواطن العراقي هذه الجوانب؟
شكرا جزيلا، تحية لجنابك ولضيفك الكريم المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الدعوة الكريمة المشاركة في هذا البرنامج المحترم لإثارة موضوع مهم ومهم جدا، ويتعامل مع التشخيص العلمي الدقيق لأصل المشاكل وأصل الثغرات التي تتسبب بعدم جودة وكفاية الخدمات كما ونوعا بشكل عام وبالذات في القطاع الصحي. سيدي الكريم، خلينا نرجع لأول يوم للحكومة الحالية عندما زار السيد رئيس مجلس الوزراء مقر وزارة الصحة. أكد مقر الوزارة يعني مكتب السيد الوزير وليس مؤسسة صحية، في زيارة هي الأولى من نوعها بعد 2003 على الأقل، أنه رئيس وزراء أو رأس السلطة التنفيذية يزور مقر الوزارة في رسالة واضحة، وهو قالها في الاجتماع أنا كنت حاضرا، قال أنا أريد أن أوجه رسالة لكم، يعني سيد الوزير طبعا كان حاضرا وكادر متقدم الوزارة، وللمواطنين أن الملف الصحي أولوية لي، وكما أعلن في البرنامج الحكومي بوضوح أن الضمان الصحي هو أحد أولويات الحكومة ولا بد ويجب أن يفعل تطبيقه. كما تفضل الضيف الكريم أن قانون الضمان الصحي نشر منذ مدة بعيدة في جريدة الوقائع، لكن تطبيقه تذكرت المعوقات، بعضها متعلق بالتشكيلات الإدارية اللي شكلتها الوزارة، يعني مقر هيئة الضمان مديريات الضمان في كل محافظة، لكن موضوع الاستقطاعات وتطبيقه فعلا على الأرض. وأنا أتفق تماما مع اللي تفضل به الضيف الكريم أن أي نظام صحي لا يستطيع دفعة واحدة أن يحدث السيستم كله، النظام كله، ويغير فلسفة تقديم الرعاية الصحية دفعة واحدة. خلينا نلاحظ ما يحدث في مصر مثلا. مصر حاليا الآن تشهد عملية تحول في موضوع الضمان الصحي نحو قانون جديد محدث، وطبق على مراحل كل سنة في عدد من المحافظات، لأن بلد كبير وكثير من التعقيدات تواجه تحديث أي منظومة ليس فقط في الجانب الصحي. أيضا سيد رئيس مجلس الوزراء بعد مع النظام الصحي كأولوية ذكر موضوع إتمام المستشفيات المتلكئة لبعضها منذ سنوات مع الأسف لعدة أسباب تلكئة تنفيذها، يعني المستشفيات العملاقة اللي هي سعة 492 سرير معروفة عند العراقيين بالمستشفيات التركي والألماني والأسترالي. أيضا موضوع دعم المراكز التخصصية، إعادة النظر بالسياسة الدوائية، وأيضا موضوع توفير العلاجات والأدوية خصوصا في العيادات الشعبية المسائية، يعني المزمنة احنا اللي نسميها بالشكل الدارج، وأيضا موضوع مرضى السرطان وبعض الحالات المرضية كأولوية. فنرجع للسؤال اللي بدأ به البرنامج، سؤال مراسلكم مراسل فضائيتكم حقيقة ينم عن ذكاء ودراية واطلاع وافي، يعني هذا المراسل المحترم أكيد بحث بالإنترنت وشاف معدلات الإنفاق لكل مواطن في دول الجوار وأكثر من 10 أضعاف، بعض الدول ربما تتجاوز 22 ضعف ما هو ينفق في العراق. ومثل ما تفضل الضيف، هذا الإنفاق اللي هي أقل من 200,000 دينار عراقي، تخيل ربما مراجعة واحدة طبعا على مدار السنة، مراجعة واحدة لطبيب في عيادة خاصة ربما فحص واحد يكلف أكثر من هذا المبلغ. أنت تخيل هذا المبلغ تطلع منه رواتب الأطباء والممرضين والملاكات والعلاجات والبنى التحتية والصيانة، وإذا صارت كورونا مثلا أو أي حالة وبائية، حالات الطوارئ واللقاحات كلها بهذا المبلغ البسيط والبسيط جدا. الضمان الصحي سيدي الكريم، الرسالة الأساسية اللي نريد نوصلها أنه سيقلل من أعباء التكاليف، تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة سواء كانت مستشفيات أهلية أو عيادات خاصة أو الأجنحة الخاصة في المؤسسات العامة. أما الخدمات المجانية فكانت وستظل بالمجان تماما، خصوصا لبعض الفئات المجتمعية المستثنات إذا نرجع لنص القانون، يعني من هم دون خط الفقر وهم أولوية لهذه الحكومة كما أكد سيد رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة، وأيضا بعض الفئات المرضية إذا صح هذا التعبير، يعني مثلا المصابون بالحالات السرطانية أو الأمراض الدم الوراثية وغيرهم. هذه الفئات أيضا واجب الدولة سيبقى أنها ملتزمة بتقديم العلاج لهم بالمجان تماما. أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية، يعني مثلا اللقاحات، حالات الحالات الطارئة، يعني حالات الكوارث الطبيعية البيئية وهكذا، أيضا الدولة ملتزمة. والضمان الصحي أو صندوق الضمان ممول من الدولة بالدرجة الأولى وليس من جيوب المواطنين. استقطاع بسيط وبسيط جدا، وكما تفضل السيد الضيف أنا أكد لجنابك وأكد السيد الوزير في أكثر من مناسبة أن تطبيق القانون سيكون مطلع
العام المقبل إن شاء الله، يعني بعد ربما 40 يوم، وسيكون بالتدريج لفئات وظيفية محددة كأن تكون وزارة يتم اختيارها، وأيضا إضافة إلى ذلك فئات من المعفيين من الأجور، يعني بحدود 250 إلى 350 ألف مواطن عراقي كمرحلة أولى. بعد سنة أيضا راح يكون توسع إلى عدة ملايين وهكذا، لأن لا يمكن في أي بلد بالعالم ما ممكن عمليا أن تتحول فجأة إلى نظام جديد. تعرف جنابك يعني كمجتمع عراقي إحنا موضوع الضمان يعني جديد علينا أو ربما غريب، لأن إحنا تعلمنا وهنت علمه والقبلهم هذه الأجيال أنه العلاج خيارين، يعني أما بالحكومة مجاني تماما أو بالأهلي مقابل مبالغ مالية. موضوع بوليصة التأمين وكذا اللي موجود في أغلب بلدان العالم إحنا غير مألوف على الأقل، يعني حتى بالنسبة للنخب المتعلمة وهكذا. فهذا يحتاج وقت، ويحتاج سيدي الكريم هاي الرسالة، وهذا سبب وجودي معكم اليوم. إحنا وطلبنا من فضائيتكم وكل وسائل الإعلام يحتاج تثقيف، يحتاج توعية، ما هو الضمان، ما هي أهمية الضمان للمواطن، ليش الضمان راح يساهم في تطوير الخدمة الصحية كما ونوعا مقدمة لك ولعائلتك. وكذلك مع الأسف دائما تحدث بعض الإشاعات والمغالطات هسه عن عمد أو غير عمد، هذا مو شغلي، لكن مع الأسف كثير من القرارات الحكومية يصير إلها تشويه، يصير إلها عدم فهم واضح لتفاصيلها، فنحتاج تواصل إلى المواطنين. وأنا طلبت من فضائيتكم استجاب المسؤولون عنها مشكورين أنه يكون برنامج خاص بالضمان الصحي حتى إذا نفتح اتصالات مباشرة. دكتور تعرف حضرتك يعني مساندة الفضائيات، يعني حتى نشيد بكل الفضائيات ودورها في مساندة. نعم احنا وجهنا دعوة وهي دعوة من فضائيتكم من كل وسائل الإعلام منذ زمن كورونا، والدعم لا زال موجود باعتبار أن الواقع الصحي هو مسؤولية الجميع. اسمح لي دكتور أنتقل لدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، يتحدث الدكتور سيف عن زيارة رئيس الوزراء إلى وزارة الصحة منذ أول الأيام، وبعدين وزير الصحة عندما زار مستشفى اليرموك، رئيس الوزراء الكاظمية زار الكاظمية، بعد يومين وزير الصحة وما استلم زار اليرموك أول يوم صحيح قبل أن نباشر مهامه، متابعين الموقف أولا بأول، وتالي رئيس الوزراء زار مستشفى الكاظمية، وكان هنالك مغرم حضرتك بلغة الأرقام، يعني كان هناك حتى رئيس الوزراء دكتور عبد الرحمن لما حاسبه ويضربها ورقة وقلم ويجمع ويقسم الوجبة الغذائية ايش قد توصل للمريض او لا، وايش قد تكلف الأسرة والامور اللوجستية بصورة عامة، وكل هذا الموضوع ينزل الى حسابات دقيقة ومبنية على نسب مئوية وقياسات ثابتة. بالتالي انه نشوف هذه المقصرية عندما كانت هنالك تركة ثقيلة من اعوام ماضية، وبالتالي نصل الى وفرة مالية وأولوية لوزارة الصحة، راح نقدر نحقق عبر هذا البرنامج الحكومي قفزة نوعية في هذا القطاع؟ والله أنا متفائل في هذا الجانب، لأن السيد محمد الشاعر السيد رئيس الوزراء يعني كان برنامج الانتخابي أنه برنامج انتخابي، يعني يخص الرعاية الاجتماعية، يخص الشباب والبطالة، يخص الخدمات الصحية التعليمية، وأيضا هذا جسد في برنامج الحكومة. وإذا تتذكر أيضا أنه حتى الإطار أطلق على الحكومة هي حكومة خدمات، حكومة خدمات، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه يجب أن تكون الأولوية. إحنا من نتحدث عن السنوات السابقة هي مرحلة وانتهت، يعني المفروض نبدأ من بداية جديدة، وأنا أشرت إلى هذا الموضوع. يعني لما أجي أشوف تخصيصات وزارة الصحة 80% أو حتى يمكن تصل إلى 90% نفقات تشغيلية اللي هي الرواتب والإجور تقضم موازنة التخصيصات المخصصة لوزارة الصحة من الموازنة العامة، المتبقي لا يكفي. يعني احنا نقول مرات زين انه مشت الامور خلال السنوات الماضيه، وشفت العجز الكبير اللي حصل عندما بدات جائحه كورونا وتطبيقات الاجراءات الصحيه. انا اعتقد انه لولا القطاع الخاص وكان مؤازر ومساند الى وزاره الصحه كان يعني شهدنا يعني الوباء بحالات مضاعفه، ولا الدول العظمى انهارت في هذا الجانب. طبعا لذلك أنا أعتقد أنه الآن في ظل الوفرة وفي ظل برنامج السيد رئيس الوزراء القدمي وزيارته وتأكيده على سوء الخدمات المقدمة نتيجة نقص التمويل، يعني الأمر واضح جدا، فأعتقد أنه إذا ما تم تخصيص كافي أنا أعتقد أنه سنشهد نهضة بهذا القطاع. أنت شرت إلى مقارنة مع دول الجوار،
تعرف أنت السعودية صحيح يعني تقريبا نفوسها يكاد يقترب من نفوس العراق، والصحيح هي تنتج 10.5 مليون لكن حصة وزارة الصحة القطاع الصحي والقطاع التعليمي من الموازنة العامة أكثر من 15 في بعض السنوات يصل إلى 20-22% زين، ومن موازنة ضخمة يعني تصل إلى حد إلى 300 مليار. إحنا المشكلة قلت لك أنا الصحة والتربية والتعليم كلها 7.5-8% من تخصيصات الموازنة العامة، وخمس الموازنة اللي هو 20% تقريباً يصل إلى يخصص إلى قطاع الأمن والدفاع. أنا أعتقد أنه آن الأوان أن نقلب هرم التخصيص، يجب أنه هذه القطاعات تستحوذ على النسبة الأكبر، لأنه إحنا نريد نبني أجيال جديدة صحيحة يعني سواء كانت في 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 الصحة أو في التربية أو في التعليم وهكذا. نعم طيب دكتور سيف، لما نقلب هرم التخصيص مثل ما تفضل الدكتور المشهداني في هذه الحالة هنالك تتوجب على وزارة الصحة ضرورات أن توفر خطط وبدائل على المستوى القريب وعلى المستوى المتوسط وعلى المستوى الاستراتيجي والبعيد، بالتالي اعتماد برامج معلوماتية، برامج إحصائية متكاملة للوزارة، وضع آلية الانتقال نحو الإدارة الصحية الإلكترونية، تحديد دور وزارة الصحة في التخطيط والتنفيذ والمراقبة عبر الملاكات الإدارية والتقنية بهذا المجال. نستطيع أن نقول أننا ذهبنا إلى معادلات جديدة تتبعها وزارة الصحة، وبالتالي تحقيق هذه خلينا نسميها الرفاهية الصحية، ترى ما بيها شيء إذا قلنا يعني بالتأكيد خلينا نقول رفاهية صحية، خلينا نحلمها ما بيها مشكلة. أستاذ دكتور سيف. نعم سيدي الكريم، هناك رؤية واضحة للسيد وزير الصحة بدأ بتطبيقها منذ اليوم الأول، وهناك أولويات. أنا ذكرت لجنابك أولويات البرنامج الحكومي اللي هي أولويات الوزير والوزارة، اللي هي موضوع تفعيل تطبيق الضمان الصحي وموضوع اتمام المستشفيات. هذا ضمنا لما تم جنابك مستشفى عملاق حديث مجهز ب يعني كافة الأقسام الخاصة بكافة التخصصات، وهو يعني شبه مدينة طب كاملة بسعة تقريبا 500 سرير. فحتما في هذه المحافظة أيا كانت، البصرة قريبا، ميسان إن شاء الله، سيؤثر إيجابا على نوعيات الخدمات المقدمة. من ضمن الخدمات مثلا التدريب، راح يدربون ممرضين وأطباء وملاكات طبية وصحية في هذه المستشفى الحديث، وهؤلاء أما يبقى يعمل في المستشفى ويذهب إلى مؤسسة أخرى ضمن نفس المحافظة. سينعكس هذا أيضا موضوع الأتمتة واعتماد الحكومة الإلكترونية اللي ذكرته في غاية الأهمية. طبعا هذا مر عدة معرقلات، لكن أيضا الآن هناك توجه واضح وحازم نحو تطبيقه، وبالتدريج. ما ممكن أن يكون أي تغيير دفعة واحدة، لابد أن يكون التغيير مدروس وممنهج وعلى مراحل ضمن خطة زمنية واضحة. وأنا ذكرت لجنابك أنه تطبيق الضمان الصحي سيكون على مراحل، وفي نص القانون إذا نطلع على القانون نفسه راح نلاحظ أيضا هناك تطبيق مرحلي على سنوات لفقرات ومراحل قانون الضمان الصحي. أيضا ذكرت لجنابك موضوع إعادة النظر بالسياسة الدوائية، فلسفة تقديم أو توفير الأدوية والأولويات، سواء كانت الأدوية المنقذة للحياة كمثلا أدوية التخدير مثلا أو أدوية طبعا ومستلزمات. دائما مع الأدوية هناك مستلزمات طبية مثلا اللي نحتاجها بالقسطرة والحالات الطارئة وهكذا، وتصنيف هذه الأدوية والمستلزمات الطبية حسب شدة الاحتياج. راح تكون المرحلة الأولى أو الفئة الأولى، فئة يعني أليف أو أي يسموها، اللي راح تلتزم وزارة الصحة حتما بتوفيرها كاملة في جميع المؤسسات، ويكون تجهيزها اتحادي يعني تشمل حتى أقليم كردستان، وتوزع من خلال مركز الوزارة إلى جميع المحافظات كاللقاحات مثلا كمثال واضح للجميع وهكذا. فهناك خطة واضحة لوزارة الصحة ولوزير الصحة، وبدأ بالفعل بتطبيقها منذ اليوم الأول، وهذا تشمل عدة جهات، من ضمنها أيضا عندنا مشكلة في توزيع الملاكات الطبية والتمريضية. هناك شحة في محافظات أو شحة في قضاء داخل محافظة مقابل زيادة أكثر من الملاك في مكان آخر ضمن نفس المحافظة أو ما بين المحافظات العراقية. هذا يحتاج إلى إعادة نظر، وايضا الى الملاكات الطبيه يعني ملف مهم جدا دكتور سيف في هذه الجزئيه. ايضا دكتور عبد الرحمن على عجاله، يعني لما يتفضل دكتور سيف ب
هنالك توزيع جديد يجب أن يكون للملاكات الطبية والتمريضية. نتحدث أيضا عن هجرة هذه العقول، وتعرف حضرتك أنه هذا الموضوع دكتور عبد الرحمن كم أثر على الجانب الاقتصادي للعراق، وكم هنالك أموال خرجت عبر السياحة الدوائية. دكتور عبد الرحمن، كيف من الممكن أن نسترد هذه الأموال عبر استرداد هذه العقول؟ نعم، أشوف أستاذ أحمد، أنا في عام 2016 أو 17 كنت بالإمارات، وبالمطار كان ترانزيت، كنت جاي من ماليزيا. نعم. بالانتظار، صالة الانتظار، لأنه إحنا نصل بالليل الصبح يصير الطيران، أكثر من 5 طائرات جاءت من الهند تحمل مرضى كانوا يتعالجون بالهند يوم في يوم واحد، واللي هو تقريبا معدل يومي 5 طائرات، حتى إذا على 200 فهو مو أقل من 1000 مريض يتعالج، هذا على خطوط وحدة الإماراتية. ففعلا يعني كانت أموال كثيرة تذهب نتيجة العلاج في دول متعددة، ليس فقط في الهند. نعم. حتى نعيد الثقة بمؤسساتنا الصحية، وحتى نحافظ على كفاءاتنا، لأنه إحنا المشكلة يعني إحنا دن ناقش الموضوع مو بكل تفاصيله. يعني شوف مثلا أجور الأطباء لحد هذه اللحظة ما تنسجم، خصوصا الاختصاصيين، ما تنسجم مع حجم الجهد ومع واقع الأطباء ودخول الأطباء في دول الجوار. يعني إحنا اليوم دا نعطي راتب موظف اعتيادي، يعني قد تكون هناك مخصصات خطورة أو مخصصات شهادة، لكن الطبيب يجب أن يميز. الأمر الثاني، شوف قرار قانون التقاعد اللي اتخذ البرلمان السابق كان من الخطأ الكبير في حق الأطباء وأساتذة الجامعات، عندما فرغنا الكوادر صاحبة الخبرة والكفاءة اللي أفنت عمرها في قطاع الصحة، جينا وحناهم على التقاعد، وبالغالب القسم الأكبر منهم غادر إلى العراق، وخسرنا هذه الكفاءات اللي صرفنا عليها يمكن ملايين الدولارات. فبالتالي أنا أعتقد أنه إعادة النظر بالمؤسسة الصحية، يعني الرواتب والحوافز المقدمة إلى الأطباء، توفير السكن لهم في أماكن قريبة من المستشفيات، بناء مستشفيات. إحنا اليوم بحاجة إلى بناء مستشفيات جديدة، لأن المستشفيات الحالية لا تكفي ولا تنسجم مع حجم السكان. يعني كم بنينا إحنا بعد 2003 4-5 مستشفيات؟ من المشكلة بغداد الآن 9 مليون، والمشكلة المشاريع المتلكة أشار لها دكتور سيف. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف، وكذلك دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات العلمية والمعرفية. ضيوف الكرام، نتواصل معكم بعد الفاصل نتابع. مع جمود مفاوضات فيينا وردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفعت طهران من نسب تخصيب اليورانيوم، فالوكالة طالبت بالتعاون مع تحقيق وكالتها وبتفسيرات إيرانية عاجلة من مصدر جزئيات اليورانيوم اللي وجدت في مواقع غير معلنة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. بإزاحة الستار عن التخصيب بنسبة 60%، مرة أخرى يعود الملف النووي الإيراني إلى الواجهة، لكن هذه المرة بعيدا عن طاولة الحوارات التي أظهرت عدم مرونة في تعاملها مع طهران، بل ذهبت برسائلها إلى أبعد من ذلك. بتحريك صفيح السياسة الساخن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمت إيران بالتهاون معها في ملف آثار اليورانيوم على 3 مواقع غير معلنة على حد وصفها، يقول قرار الوكالة التي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن إيران ملزمة وعلى نحو عاجل تقديم الإجابات على ما تريد. فجاء الرد مدويا على لسان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامج أن هذه القرارات لن تؤدي إلى تعطيل تقدم البرنامج النووي، مؤكدا أن بلاده لم ولن تفعل شيئا لا تعلم به الوكالة الدولية، إذ تستمر إيران بمزاولة حياتها الطبيعية في كافة مفاصلها بعيدا عن الالتهاء بمثارات الإعلام في تضخيم وجود حالة من الحراك الاجتماعي المطالب بمزيد من الحريات، رغم محاولات ضخ شائعات تتحدث عن انهيار المنظومة الاجتماعية الإيرانية. فالسياسة هناك تدار وفقا لمبدأ الملفات، ولا تلقي ظلال ملف على تقدم ومتابعات الملفات الأخرى، بل على العكس تدخل السياسة من باب مصلحة النظام العليا في كل شيء، وخلفها تأييد جماهيري كبير.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحباء بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي. حياك الله أستاذ قاسم. حياك. وسينضم معي أيضا عبر سكايب سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق. دكتور قاسم دعم حضرتك، يعني شنو الرسالة حسب وجهة نظرك اللي تريد إيصالها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم وتعزيز برنامجها النووي في هذا الوقت تحديدا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام في كل مكان. مساكم الله بالخير سيدي الكريم. نعتقد والكل يعلم ذلك أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنما تتحرك في السياقات الدولية، يعني لا شيء جديد من الممكن يثير الريبة والشك لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أنه جميع المواقع الإيرانية مراقبة شديدة يعني من قبل الوكالة، وهناك تفاهمات بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية، لكن هناك يبدو غوط من الجانب الأمريكي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أنه إيران لا زالت اليوم بحسب المنظور الأمريكي تشكل خطر كبير على الأمن القومي الإسرائيلي، وهذا خط أحمر بالنسبة لكل الرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا على إدارة الحكومات المتعاقبة الأمريكية. لذلك اليوم عندما تقول إيران يعني كل المشاريع وكل المواقع خاضع للرقابة الدولية فإنها تعني ذلك، لكن السؤال هنا هل إن إيران غير قادرة على الوصول إلى مستويات عالية في مسألة تخصيب اليورانيوم؟ أنا أقول، وهذا رأيي الخاص طبعا، أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تمتلك من البحوث العلمية الرصينة والكبيرة والكثيرة جدا بحيث تصل إلى أبعد مدى ممكن، حتى ربما يصل إلى مسألة تصنيع قنبلة نووية، لكنه لا زالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحرك وفق السياقات الدولية وما تتعرض له حقيقة يعني عملية ضغط خارجي تقودها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا في محاولة ثني الجمهورية الإسلامية عن الخروج من محور المقاومة الذي خططه لنفسه. طيب، أجدد ترحابي بحضرتك سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، تنضم معي من طهران عبر سكايب. نتحدث عن التصعيد مقابل التصعيد، هذه السياسة التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية، إنما حيثما كلما صعدت الولايات المتحدة من مجال عقوباتها صعدت إيران هذا الملف ورفعت مجال التخصيب، بالتالي هنا هل نستطيع أن نقول أن التحديات تحولت إلى فرص بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وما هذه الفرص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم. في الحقيقة يعني هناك طوال 40 عاما يعني شهدنا بأنه أعداد الجمهورية الإسلامية فرضوا العقوبات على إيران، قاموا بضغوطات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استخدموا جميع الوسائل، وشهدنا يعني حرب مركبة ضد الجمهورية الإسلامية الإيران، كانت فيها حرب عسكرية أمنية إعلامية اقتصادية، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حولت جميع هذه الضغوطات وهذه يعني العقبات التي هؤلاء خلقوها كفرص، يعني استغلتها كفرص من أجل تطوير البلاد. ونشهد يعني إيران الآن دولة مكتفئة ذاتيا، وهذا برز عندما يعني جاءوا الأمريكان بما كانوا يسموه الضغوط القصوى الاقتصادية، وهم فشلوا في ذلك، لأن إيران يعني هي دولة مستقلة تنتج ما تريد، معظم ما تريد تقوم بإنتاجه، كذلك يعني الآن تواجه هذه السياسات الأمريكية خاصة عزلة من جانب يعني دول العالم. إيران لديها تعاملات، لديها التواصل مع دول العالم، انضمت إلى تحالفات استراتيجية اقتصادية وسياسية مهمة، ولكن في نهاية المطاف يعني هذا العداء لن ينتهي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والآن يبرز هذا العداء من خلال المؤامرة التي هم يقومون بحياكتها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ شهرين. إلى جانب ذلك يأتوا في هذه الأيام بقرار جديد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن نرى يعني أولا نقارن يعني بين هذا القرار والقرار السابق. هذا القرار هذه المرة حتى لن يحظى يعني بكثير من تأييد دول العالم، ولكن في نهاية المطاف هم أقروا هذا القرار في هذه الأيام من أجل الضغط على إيران، لأنهم هم لا يريدوا أن يقدموا امتيازات ويريدون كسب امتيازات من إيران، ولكن يعني يجب في أن هذه الجزئية. نعم سيد مختار، خلينا قاطعك. الأستاذ قاسم يشير السيد مختار إلى أن قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارات ضغط
يعني لربما من الجانب الأمريكي، وتحولت قرارات هذه الوكالة إلى ممارسة سلوك سياسي على طهران. نعم. كيف تنظر إلى هذه الضواغط، وهل ستستجيب إيران لهذه الضغوطات؟ حقيقة ضغوطات يعني تعسفية من الجانب الأمريكي المتغطرس، يعني حتى الدول الأخرى الباقية سواء فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، حقيقة يعني لديهم قناعات بأنه البرنامج النووي الإيراني يعني ليس في وارد القائمين عليه أن يكون يذهب بعيد إلى أسلحة الدمار الشامل. لكن أنا أعتقد هذه الفاعل الخارجي الأمريكي في الملف النووي الإيراني حقيقة يعني ضغط كثيرا وفشل في أكثر من مكان، يعني على مدى 45 عاما هناك ضغط أمريكي باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكلما زاد هذا الضغط خرجت إيران الإسلام من هذه المحنة حقيقة منتصرة وأقوى مما كانت عليه. والدليل على ذلك أنه اليوم يعني هنالك بعض التسريبات الإعلامية العالمية تقول أنه ربما هنالك تصدير لبعض الأسلحة من الجانب الإيراني إلى دول العالم المتطور، فحقيقة هذه قفزة نوعية في مسألة الصناعات الحربية والاكتفاء الذاتي كما أسلف الضيف الكريم من طهران. لذلك نقول أن الضغط الأمريكي لا يمكن أن يأتي بثماره ما دام هنالك قيادات رصينة، هنالك حقيقة دولة مكتملة أركان، هنالك يعني التفاف شعبي كبير حول الحكومة. نعم هنالك ضغط، هناك يعني خروقات معينة في الجانب الأمني، هنالك تحشيد ربما يكون في بعض المناطق شعبي من أجل المشاكسة الاجتماعية أو السياسية من أجل تمرير بعض الأجندات، لكن أنا برأيي القاصر أعتقد سوف تفشل هذه المحاولات. نعم. لأنه حقيقة يعني هنالك رجال قائمون على إدارة الملف الحكومي بشكل كبير جدا ورصين، ولا يسمح بأي حال من الأحوال عبور هذه حقيقة الخروقات. طيب. لذلك أنا أقول يعني أنا كلما ضغط أمريكا أعتقد أنه سوف يكون ضغطها يعني يقابل فشل كبير. طيب سيد حداد، يعني تحدث عن أمريكا والدول الغربية عندما تضغط على إيران، بل لوحت إن لم تعدل إيران عن قرارها وتعزيز نشاطها النووي لربما ستتوجه هذه الدول إلى مجلس الأمن الدولي. هل أن هذا التلويح بالقوة على سلوك هذا المسار سيؤثر على الجمهورية الإسلامية؟ باعتقادي يعني هذا الكلام الغربي والأمريكي يأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية، يعني دائما رافقت أو رافق المفاوضات الجارية من أجل إحياء الاتفاق النووي مثل هذه الحرب النفسية والإعلامية. لكن في حقيقة الأمر نرى أن هناك مثلا عندما يعني مثالا أذكر مثالا يتصل رئيس أوروبي برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويطلب من إيران بأن تساعد أوروبا في محنتها الحالية الذي هم يعني يعانون من مشكلة في الطاقة، أو نرى أن الأمريكان وفي ظل هذه الأحداث وفي ظل هذه التطورات يرسل الوسيط العماني، يرسل وسيط قطري من أجل يطالب بأنه يتم إحياء هذا الاتفاق، ويقولون بأنهم يريدون اتفاق مع الجمهورية الإسلامية. يعني لا. إيران الآن في موقع قوة، مثل هذه التصريحات يعرفون تماما بأنه لا جدوى لها، يعني حتى إذا استطاعوا أن يذهبوا إلى مجلس الأمن الدولي من خرج من الاتفاق النووي وانتهك قرار 2231، يعني الولايات المتحدة الأمريكية من لم يحترم الاتفاق ولن ينفذ أي بند من تعهداته في الاتفاق النووي هي الدول الأوروبية، فلذلك إذا ذهبوا هم سيكونون المتهم. وهناك من المؤكد يعني الدول المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كروسيا والصين حتما سيستخدموا حق الفيتو في هذه يعني إذا ذهب الملف إلى مجلس الأمن الدولي، فلذلك هم يعرفون تماما بأن سيفشلوا في مثل هذا المسعى، ولكن هم يأتوا من أجل الضغط على إيران، من أجل يعني خلق حالة نفسية خاصة على الداخل الإيراني يطرحوا مثل هذه الأمور. ولكن يعني انكشفت حقيقة هؤلاء وتم يعني كشف أقنعة هؤلاء من خلال هذه المؤامرات التي يحيكونها من أجل كما ذكرت الضغط على الجمهورية طيب. الإسلامية الإيرانية. طيب سيد قاسم، يشير السيد حداد إلى أن هذه اللهجة التي تتخذها الدول ما هي إلا تأتي ضمن الحرب الناعمة والعمليات النفسية، بالتالي الخطاب اللي يوجه ولهجة الخطاب تبدو في أن إيران في موقع القوة كما أشار السيد الضيف، بالتالي الأطراف نتحدث هنا عن الأطراف التي تنصلت عن هذا الاتفاق منذ عام 2015 هل أصبحت اليوم على مفترق طرق استراتيجي؟
أنا أعتقد أنه يعني هيبة أمريكا بدأت يعني تضمحل شيئا فشيئا، وحقيقة يعني مسألة أحادية القطب حقيقة أيضا ذهبت يعني إلى غير رجعة. اليوم برز لدينا قوى عالمية كبرى مثل الصين مثل روسيا، وعلى مستوى الشرق الأوسط الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم حقيقة يعني تعتبر من الدول القوية والكبرى. لذلك يعني مسألة أنه إيران عفوا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الجانب الإيراني في مسألة البرنامج النووي أو من خلال بعض يعني حقيقة القرارات التي تحاول يعني استصدارها من قبل بعض الشركاء والفرقاء الدوليين مع السائرين في ركاب الأمريكي، أعتقد يعني سوف لن يكتب له النجاح. بالمناسبة هناك مسألة جدا مهمة، لهذه اللحظة لا يوجد يعني قرار واحد صادر عن مجلس الأمن الدولي أو من أحد المنظمات الأممية باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا القرارات الصادرة أحادية الجانب من الجانب الأمريكي فقط والدول يعني المتحالفة مع الجانب الأمريكي، لكنه على مستوى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي حقيقة لا يوجد هكذا قرار لهذه اللحظة. طيب. ليش؟ لأنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا زالت ضمن السياقات المعمول بها في الوكالة الدولية الطاقة الذرية، وهذا حقيقة يعني أربك الوضع الأمريكي كثيرا. يعني إيران من جهة أنها تعمل وفق القياسات العالمية، ومن جهة أخرى تحاول أن تبني. جل المشكلة سيدي الكريم يعني وعذرا على الإطالة، مسألة الضغط الأمريكي نابعة من التطور العلمي الهائل الذي يعني يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم الشهر هذا الشهر 11 ونالك أكثر من 6 اكتشافات علمية تم إزاحة ستار عنها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا حقيقة يغيظ الجانب الأمريكي ويغيظ الجانب الصهيوني أيضا باعتبار أنه ربما هذه الاكتشافات العلمية الكبيرة أنها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، وهذا حقيقة بحد ذاته خط أحمر لدى هذه الدول. لكن أعتقد أنه أغلب الدول التي سارت مع الأمريكي تعي جيدا أنه إيران اليوم على الجادة، وأن الاستفرادات الأمريكية بموضوع الملف النووي الإيراني حقيقة يعني بلغ مدارات كبيرة. لذلك أعتقد ربما سوف يكون تنصل من بعض الدول بالتحالف مع الجانب الأمريكي في عمل ضغط مرة أخرى على الجانب الإيراني. لذلك لجأوا الأمريكان إلى حيلة أخرى، أنه اخترقوا الساحة الشعبية الإيرانية من خلال بعض المظاهرات هنا هناك من أجل إرباك الوضع الأمني حتى يكون هناك ورقة ضاغطة على الحكومة الإسلامية الإيرانية. لكن أعتقد حتى هذه الورقة سوف لن تكون ضاغطة، وأعتقد أنه سوف تخرج الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى أقوى من ذي قبل. هذا تشخيص مهم جدا، دعني أعكسه على السيد مختار حداد. السيد مختار، يتحدث ضيف الكريم عن الضغوطات التي توجه إلى طهران وبالتالي سرعان ما تتحول إلى صلابة. اليوم الصلابة تحولت إلى صلابة داخلية كما أشار بالمظاهرات وغيرها سيد العبودي، وأيضا صلابة خارجية، ضغوطات هذه الدول والاتفاق النووي الإيراني. طيب هذه الصلابة الداخلية والخارجية التي تتمتع بها طهران اليوم، هل راح تجعل تلك الدول تغير من مواقفها وبالتالي اللجوء إلى إجراءات جديدة في الملف النووي؟ أصلا يعني خلال هذه الأيام رأينا هذه الدول بدأت أن تغير من لحنها باتجاه إيران. يعني رأينا قبل شهرين وعندما بدأت هذه الأعمال التخريبية من جانب هذه الدول التي كانت تدعم يعني هؤلاء المخربين الإرهابيين، وهم جاءوا بكل قواهم الإرهابية، يعني جاءوا بالحركات الانفصالية بزمرة خلق الإرهابية، وحتى رأينا جاءوا بتنظيم داعش الإرهابي الذي قام بعملية شاه شراغ، وجاءوا يعني بكل مكان يمتلكونه. ولكن عندما رأوا يعني صلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صمود الثورة الإسلامية، صمود الشعب الإيراني خاصة وحضوره القوي في هذه الساحة، بدأوا يتراجعوا، وهذا واضح الآن من تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين بدأوا يرسلوا الرسائل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرغم من تصريحات في الإعلام بأننا نريد تفاوض، نريد اتفاق. وحتى يعني أنا أتوقع يعني يوما بعد هذه المفاوضات من المؤكد إيران ستنشر وثائق هذه المفاوضات، وسيرى العالم هذه الرسائل التي كان يرسلها الأمريكان. ونرى يعني الآن قبل أيام رأيتم يعني جاء وزير الخارجية العماني وهو كان يعني يحمل رسالة في هذا المجال. فلذلك باعتقاد هؤلاء يعني الآن لمسوا وشهدوا صلابة وصمود الشعب الإيراني، صمود المسؤولين الإيرانيين. يعني إحدى هذه المؤامرات وإحدى أهداف هذه المؤامرة، وكما ذكر الإمام
الخامنئي قبل أيام في كلمته، هم يريدون استهداف يعني المسؤولين، يتعبوا المسؤولين، ولكن المسؤولين حاضرين بقوة في هذه الساحة ويواجهون هذه المؤامرة إلى جانب أبناء الشعب الإيراني، والشعب الإيراني والداعم الأساسي يعني للحكومة وللثورة الإسلامية. فلذلك نرى هؤلاء بدأوا يغيروا من لحنهم، بدأوا يغيروا من تصريحاتهم، خاصة الجانب الأمريكي، وأن باعتقاد يعني إيران جميع هذه الانتصارات التي حققتها حتى الآن هو يعود إلى هذا الصمود وهذه الصلابة الذي نشهدها يعني من جانب المسؤولين، من جانب النظام، ومن جانب يعني الشعب الإيراني الذي هو كان دائما يلعب الدور الرئيسي في إفشال هذه المؤامرات. ونرى في هذه المرحلة يعني إيران كانت تواجه مؤامرة مركبة من جانب هذه الدول، وباعتقادهم فشلوا في هذه المساعي. أشكرك شكرا جزيلا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، انضممت معي عبر سكايب من طهران، وشكر موصول لحضرتك أستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي، ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.